روح الى شركة موديو. طبعا هذه شركة دايما تقدم لنا تابلتات باسعار جدا رمزية. التابلت هذا اللي قدامكم 7 انش، 32 جي بي، 2 رام، تقدر تحط له شريحة، وغير هذا تركب له بطاقتين. حلو الكلام، خلونا نشوف معاكم هذا التابلت. جميل جدا هذا التابلت حق الاطفال الصغار، اذا تبي تاخذ لهم شيء رخيص. انزين شوف، هذا هو بالطريقة هذه. خلونا نرويكم اول شيء. شوف ما شاء الله 4 كاميرات. انزين نرويكم الاشياء اللي تجي مع الكرتون. الكفر طبعا، وعندك استيكر الحماية بعد، هذا هو. انزين وعندك هني الشاحن. انزين والقطعة هذه المسكة، وعندك هني قلم، وعندك هني شاحن الواير. انزين وهذه القطعة عشان اذا تبغى تركب USB، وعندك هذه سماعة، وعندك القبضة هذه. ما شاء الله كل هذه الاشياء تحصلها في التابلت هذا. خلونا الحين نروح وياكم. اعرف اول سؤال تسألوني اياه عن التابلت هذا، هل هو يشتغل عليه تيمز ولا لا؟ شوف اذا تبغى تستخدم عليه تيمز 2 رام لازم ما تنزل فيها العاب، يا تستخدمها تعطيه اياها حق العاب، يا تعطيه حق تيمز، لان 2 رام ما تقدر تستحمل من الضغط كبير. طبعا الكاميرا والبلاي ستور عندك. زين شوف عندك البرامج هذه كلها موجوده داخله، ويفضل اذا تستخدمها حق الدراسه. شوف حاطين لك اصلا ردي تيمز موجود منه وفيه. زين شوف هذه الاشياء، فاذا بتنزل فيها العاب وايد بيسوي ضغط على الجهاز لان 2 رام، فلازم تحسب حسابك. والكواليتي يعتبر متوسط، مستوى عالي موجود عندنا ب 990، نوعية 8 رام، مواصفات عالية. فأنت شوف رغبتك، تبى العالي موجود، تبى المتوسط موجود، وعيش معنا.